تعالوا نروح لأهم الموضوعات اللي حضراتكم اتكلمتوا عنها وكتبتوا عن كل موضوع بوست. نبدأ بأول بوست وأول موضوع معانا، يلا بينا. إيمان بتقول التهريج ده، الإفتاء بيقول عادي، استغلوا الناس وخدوا رشوة، وجايب الخبر صدى البلد، الإفتاء يجوز أخذ مال من الشباب مقابل توظيفهم بشروط. طيب كل يوم هنلاقي فتاوى بتبيح المحرمات. إذا كان بعض المحسوبين على الأزهر طلع وقال لك اضرب في المليان، تنسين يعني حرض على قتل المسلمين، يعني حرض على إراقة دم مسلمين، هتبقى صعبة إنه يحلل الرشوة؟ عادي جدا يعني. يلا روح للبوست اللي بعده. خالد فريد سلام بيقول مصر لن تصبح قد الدنيا ببناء ناطحات سحاب يشتريها أجانب وأثرياء. مصر لن تصبح قد الدنيا ببناء مسجد وكنيسة للتباهي وزيارات النفاق. مصر لن تصبح قد الدنيا بحفر تفريع على معنى لها لقناة السويس. مصر لن تصبح قد الدنيا ببناء فندق ودار أوبرا بمليارات. ألم يكن أولى إنفاق هذه الأموال الهائلة في تطوير البحث العلمي وإنشاء مراكز أبحاث وبنوك أفكار وإرسال بعثات لنقل المعرفة وتطوير المدارس والجامعات وتحسين مستوى العلماء والمدرسين؟ ألم يكن أولى من هذا السفه إنفاق المال على تطوير التصنيع وتشجيع رواد الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصغار وتشجيع التصنيع المحلي؟ ألم يكن أولى إنفاق المال على تحسين الصناعات الزراعية ودعم المزارعين والأبحاث الزراعية خصوصاً ونحن دولة زراعية أصلاً؟ ألم يكن أولى من هذا العته الالتفات إلى التعدين وتطوير أدوات المساحة الجيولوجية والبحث عن وسائل لاستثمار خيرات الصحراء؟ هناك 1000 وسيلة ومليون فكرة لإحداث نهضة حقيقية في مصر، نهضة حضارية حقيقية بعيداً عن عته إنشاء مباني خرسانية في الصحراء بينما الشعب يعاني ومحروم من أبسط حقوقه. طيب هو بصراحة خالد فريد سلام ما ادانيش فرصة اني اعلق لان كلامه رائع جدا جدا. يلا نروح للبوست اللي بعده. كارلوس لاتوف بيقول بالصورة، بيعبر بالصورة دي عن مصر وبيقصد طبعا مصر السيسي، وانتوا شايفين الصورة بالفعل معبرة جدا جدا جدا. ناس كتير بدأت تحاول ان هي تعمل بقى لوجوهات لكأس الأمم الأفريقية اللي هتبقى في مصر، فبدأ بقى الناس تحط وتشوف. من ضمن الناس دي الناس ما نسيتش اللي بيحصل في مصر وعبرت عن مصر على أنها سجن كبير زي ما حضراتكم شفتوا، وأن السيسي خربها وقعد على تلها، فبدأت الناس تبدع في هذا المجال ويبدأوا يحطوا الشعارات المتوقعة لكأس الأمم الأفريقية، وهي صورة معبرة عن حال مصر، زنزانة كبيرة وفيها الناس بتتعذب وعلى بوابة السجن عبد الفتاح السيسي وجيشه. في ناس بقى مش عاجبها الصورة وشايفين ان البلد هي اللي بتنظم كاس العالم مش السيسي ونظامه. بيفكروني بالظبط زي الناس اللي لقوا منتخب سوريا بيلعب في كاس اسيا فقال لك ايه احنا ملناش دعوه بالنظام احنا نشجع الفريق، وناس ثانية قالت لك ما الفريق هو النظام والنظام هو الفريق. لخبطة وكله ضحك على الدقون، والسيسي يستغل الحدث لاقصى مرحلة عشان يلمع نفسه كالعادة. يلا نروح للي بعده. ممدوح حمزة مثل اليوم 18 يناير سنة 1977 انتفاضة الخبز وأسماها السادات انتفاضة الرعاع ثم تراجع عن قراراته. في الأول أي ثورة أو انتفاضة بيتم مواجهتها بالعنف الفعلي والعنف اللفظي وتوصيف الشعب وقتها بالرعاع والغوغاء والعملاء والخونة والمأجورين. بعد فترة ولما الشعب بيتمكن الحكام يبتدوا يجيبوا إيه؟ يجيبوا الورا. في منهم بيرجع ولسه في فرصة، وفي منهم بيرجع بعد ما يفوت الأوان، وانت بقى ونصيبك وعلى حسب نشاف الدماغ اللي قاعد في الحكم ومتبت. يلا نروح للي بعده. صوت الزنزانة، تجديد حبس منى محمود أم زبيدة 45 يوم بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها في اتهامها بإذاعة أخبار كاذبة. بجد يعني يا جماعة، ما هو بقى لما تشوف حاجات دي لازم تقول حسب الله ونعم الوكيل في الناس دي. يعني الست دي ظلموها واعتقلوا بنتها، وبعدين قالوا ان بنتها اتجوزت، وبعد ما اتقهرت اعتقلوها، وبعدين راحت المحكمة اخذت براءة وبرضو بيجددوا لها. ازاي يفرج عنها؟ لازم تفضل في السجن. ده منطق عبد الفتاح السيسي وده قمة القهر. يلا روح للي بعده.
الصورة دي مصورها من يومين مستشفى الحسين الجامعي، استنيت لما العفارة اللي طالعة من الشغل تهدى عشان أعرف أصور. ده جوه المستشفى، واخدين بالكم؟ المهم إيه بقى؟ الغرف اللي على الجنبين دي غرف مرضى، وواحدة منهم رعاية متوسطة. الأبواب مفتوحة، العيانين حرفياً مردومين تراب، مفيش حتى مسقط، وسرايرهم في منتهى القذارة. سايبالكم التعليق. الست هالة فين بقى؟ الست هالة اللي كانت بتقول لك الدكاترة يقوموا ويحيوا العلم الصبح الساعة 8 في المستشفيات. أنت فين يا ست هالة من مستشفى الحسين الجامعي؟ أنت فين من مستشفى العيانين قاعدين في الرعاية؟ يا جماعة ده مش عنابر حتى عادية، ده بتقول لك رعاية، رعاية متوسطة، يعني العيان ده في ظل الظروف الطبيعية هو مش محتاج أي حاجة يعني تبوظ له صحته، أنت كمان بتردم وتعمل وتراب وقرف والجو ده جوه المستشفيات، وهو ده حال المستشفيات يا ست هالة. وتخيلوا بقى في البيوت العادية، الناس لما بتيجي توضب البيت والله العظيم بيبقى الناس عندها ترتيب أكتر من كده، والناس بتقول لك يلا نغطي العفش، نعمل مش عارف إيه، لا المطبخ يتم عزله شوية عشان التراب والحاجة والأكل، بيوت الناس العادية والستات البسطاء، ما بالك بمستشفى، ومستشفى كبير وفي مرضى وعيانين. المهم انك تقولي النشيد الوطني في المستشفى الصبح واللي يموت يموت، وهي دي بقى صورة في مستشفى فيها مرضى، وده اللي بيحصل وهم موجودين. يلا نروح للي بعده. مزاجنجي بيقول يا عم استنى لما الثورة تنجح الأول والجيش يعمل الانقلاب. بيقولك الرئيس السوداني لا إصلاح اقتصادي دون إلغاء الدعم. يعني الشارع بيغلي في السودان وهو مصمم على تنفيذ مخطط صندوق النقد. فاكرين يا جماعه لما كنا بنقول لكم ايام عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد والبلاوي اللي جاي لنا من وراه، يا جماعه هاتوا لنا دوله دخلها الصندوق ده ونفعت، محدش رد علينا. بعد دخول صندوق النقد على الخط في اي بلد في الدنيا الحكم على طول بيتنقل للصندوق، وبشكل غير مباشر عن طريق ايه؟ تنفيذ سياسة الصندوق من أجل الحصول على القروض. دي كانت تعليقاتكم وأراءكم مشاهدينا الكرام على أهم وأبرز المواضيع اللي أثيرت على السوشيال ميديا في الأخير. ده كان كلامكم، أما احنا فما عندناش غير منكم منه.